أول مقاتلة مسيرة تركية بثمان محركات نفاثة. تركيا تطور مسيرة قتالية واستكشافية بثمان محركات. في تطورات دفاعية تركية، كشفت شركة فلاي بي فلوس تكنولوجي التركية عن تطويرها النسخة الحالية من طائرة جاكل المسيرة. فبعد أن كانت قبل عدة أشهر مزودة فقط بستة محركات كهربائية نفاثة تعمل بالمراوح EDF، أصبحت الآن تعمل بثمانية محركات. ووفقا للمعلومات، أكدت الشركة أن اختبارات النسخة الجديدة من طائرة جاكل المسيرة ذات الثمان محركات زالت مستمرة في مركز اختبار الطائرات المسيرة التابع لها في العاصمة التركية أنقرة. ومن المنتظر أن تعلن شركة فلاي بي في لوس تكنولوجي عن تطورات وتغييرات مفاجئة في التصميم والميزات الفنية لجاكل، حيث تسعى الشركة إلى الرفع من وزن حمولة الطائرة وتحسين مداها في السنوات المقبلة. والجدير بالذكر أن طائرة جاكل تعتبر المسيرة الأولى من نوعها في تركيا من نوع VTOL، أي أنها يمكنها الإقلاع والهبوط عموديا. واجتازت أول نسخة من الطائرة أول اختبار تحليق لها بنجاح في إسطنبول في 23 أبريل 2022، وكانت تملك وقتها محركين EDF فقط، وتم تزويدها بأربعة محركات EDF لاحقا، وها هي الآن باتت بثمانية محركات. أجرت الطائرة التي تم تحويلها إلى مركبة مسلحة بمشاركة الفريق الفني لشركة تالس في بريطانيا أول اختبار لإطلاق الصاروخ الخفيف الوزن والمتعدد المهام الجديد LLM من إنتاج شركة تالس في إنجلترا في أكتوبر 2022، وتعتبر أول طائرة مسيرة تركية يجري تصديرها إلى المملكة المتحدة، وتم بالفعل توقيع عقد تصديرها مع بريطانيا في 25 أبريل 2022.